بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بيكم في الفيديو التاني اللي هنبدأ نتعرف فيه على بعض المعاملات الكهربية اللي بيقيسها العداد. في أسئلة كتيرة جاتني من الفيديو اللي فات. طيب يا باشمهندس، احنا ملناش علاقة بالكهرباء، احنا مستهلكين عاديين مش مهندسين كهرباء ولا فنيين كهرباء، عايزين نعرف بالتفصيل هو العداد الكهربي اللي موجود عندي في البيت بيقيس ايه، وعايز اعرف اقرا ازاي فاتورة الكهرباء اللي بترسلها لي شركة الكهرباء. اهلا بيكم يا شباب، الفيديو ده انا هتكلم عن العداد الكهربي بيقيس ايه. الفيديو اللي فات كان مقدمة عن انواع العدادات الكهربية، وشفنا الانواع المختلفة من العدادات زي العداد الميكانيكي والعداد الالكتروني والعداد مسبق الدفع، وبعد كده شفنا العداد اللي هو السمارت ميتر او العداد الذكي. في ناس كتيرة كلمتني بتقول لي يا باشمهندس احنا ناس عاديين مستهلكين عاديين، عايزين نفهم موضوع العدادات وعايزين نفهم نقرا البيانات اللي موجودة على فاتورة الكهرباء ببساطة، لاننا ملناش علاقة بالكهرباء، احنا مش مهندسين كهرباء ولا فنيين كهرباء. فانا ان شاء الله في الفيديو ده هكلمكم ببساطة شديدة جدا عن ايه هي المعاملات الكهربية اللي بيقيسها العداد، وهتبدأ تعرف اسس الكهرباء بالتفصيل ان شاء الله تعالى معايا. ركز معايا وهنبدأ ببساطة ان انا في عندي مجموعة معاملات بيقيسها العداد الكهربي. اي عداد كهربي لازم يا شباب يقيس الامبير. طيب انا مش عارف يعني ايه امبير، هقول لك ببساطة كده. الامبير هو وحدة قياس شدة التيار الكهربي، يبقى احنا لازم نبقى عارفين التيار الكهربي، تمام، وهنرمز له بالرمز اي، وهيقاس بوحدة قياس اسمها ايه، اسمها الامبير. استنى لسه هنشرح تفاصيل ان شاء الله. طيب المعامل الثاني اللي هو فرق الجهد او الفولت، ده بيقاس بالفولت، تمام. يبقى انا عندي شدة التيار بالامبير وفرق الجهد بالفولت. طبعا عشان ابدأ اقيس لازم اتعامل مع الباور. انا لو خدت المعادلة اللي احنا كلنا عارفينها، تمام، ان الباور بتساوي شدة التيار اي مضروبة في في، طبعا دي ليها حالات. طبعا في حالة الدي سي البي بتساوي اي في في، في حالة السنجل فيز اللي احنا خدناها في الفيديو اللي فات البي بتساوي اي في في كوزاين فاي. يا شباب كوزاين فاي دي، تمام، دي مهمة جدا وهيبقى لها ان شاء الله موضوع مستقل كامل وفيديو كامل عنها. كوزاين فاي دي اللي احنا هنسميها البي اف او الباور فاكتور، الباور فاكتور. طيب وفي لو انا عندي 3 فيز بتبقى في حالة 3 فيز بحط ايه، جذر 3، جذر 3 اي في في كوزاين فاي. دي معادلات مين؟ دي معادلات الباور. هنعرف دلوقتي انواع الباور. يبقى انا اقدر اخد التيار بالامبير والفولت او فرق الجهد بالفولت واضرب الاتنين في بعض، البي بتساوي اي في في، يبقى يطلع عندي وحده بنسميها امبير فولت او فولت امبير اللي هي دي، تمام. يبقى انا عندي وحده الامبير فولت، عندي وحده الامبير فولت. هتقول لي طب ده في كي قبل كل حاجه هنا، ايه الكيهات دي والقصه دي؟ هقول لك الكي دي اي حاجه فيها كي، كي يعني كيلو، واحنا هنبدا نشوف ان انا في عندي مضاعفات للامبير، كيلو امبير، تمام، وميجا امبير وجيجا امبير، والكلام ده هنبدا نشوفها ان شاء الله بالتفصيل. يبقى الكيلو امبير عباره عن 1000 امبير، الكيلو فولت عباره عن 1000 فولت، الكيلو فولت امبير عباره عن 1000 فولت امبير. يبقى الكي، الكي هي عبارة عن 1000 من الوحدة اللي احنا بنشتغل عليها. طيب خلاص عرفنا ايه ال VA فولت امبير وكي يعني كيلو. ال H دي اللي هي اور، لما بنيجي نحسب او بنضرب في الزمن اي حاجة هنا فيها H، اهو في H هنا هنا، يبقى دي معناها ايه، اور يعني ساعة، تمام، بنضرب في الساعات. هنبدأ دلوقتي نعرف ايه الفرق بين الطاقة والقدرة والانواع المختلفة للقدرة، تمام، والانواع المختلفة للطاقة. يبقى انا في عندي فولت امبير. طبعا لو انا فولت امبير ده لو انا مش واخد حساب مين، لو مش واخد حساب الكوزاين فاي، لو دخلت معايا الكوزاين فاي بيطلع عندي مصطلح جديد اللي هو الاكتف باور، ودي بتقاس بالوات. اي جهاز كهربي حضرتك هتجيبه، تلاجة، غسالة، بوتاجاز، هتروح تلاقي مكتوب عليه القدرة
بالوات او بالكيلو وات. خلاص احنا عرفنا، احفظ معايا انت راجل بتقول لي ماليش في الكهرباء اهو، كي يعني كيلو، كيلو ب 1000، تمام؟ يبقى الكيلو وات ب 1000 وات، الكيلو فولت امبير ب 1000 فولت امبير، الكيلو فار ب 1000 فار، زي ما احنا هنبدا نشوف دلوقتي. يبقى انا طلع عندي مصطلح اسمه مين؟ الفي في الايه، الفولت في الامبير، وطلع عندي مصطلح اسمه وات، وحده قياس القدره، واللي احنا هنسميها القدره الفعاله، وده هنبدا نشوفه بالتفصيل. بعد كده هيبدا عندي يظهر حاجه بيسموها الفار، في اي ار، فار. طبعا فار تمام دي حاجه، والكي خلاص حفظناها كيلو، والاتش اللي هي مين؟ اور. يبقى انا عندي الكي في اي كيلو فولت امبير، وكيلو فار. الفار ده وحده قياس القدره الغير فعاله. مش مهندس احنا مش مركزين ومش فاهمين ايه القدره الفعاله وايه القدره الغير فعاله والكلام اللي انت بتحكيه ده. ببساطه احنا هنعرف انواع مختلفه للقدره. اولا عشان نعرف انواع القدره تعالى نبدا نشوف الفولت والامبير والكلام ده جه من فين، تمام؟ اول قانون في الكهرباء يا شباب اسمه قانون اوم. قانون اوم ده الناس بتاخده في ابتدائي، بيقول ان الفولت فرق الجهد بيساوي شده التيار في مين؟ في المقاومه. هيبدا يطلع عندي مصطلح اسمه ريسيستنس. ريسيستنس يعني مقاومه. يبقى الفي فرق الجهد بالفولت، والاي الكرنت بالامبير، تمام؟ والار ده اللي هو مين؟ الريسيستنس. ريسيستنس يعني مقاومه. طيب احنا عايزين نبدا نشوف الريسيستنس دي والكلام اللي انت بتحكيه جات ازاي. احنا مش فاهمين اصلا يعني ايه فرق جهد وشده تيار. تعالى بالبلدي كده نعرف اولا التيار اهو، هنعرف بس الرمز بتاعه من هنا. الرمز بتاعه ايه؟ امبير. ده عباره عن مقياس لتدفق او سريان الكهرباء في الدايره. طب والجهد؟ ده عباره عن فرق جهد بين نقطتين، تمام، في الدايره الكهربائيه. طيب الوات، الدبليو معناها وات، ده مقدار استهلاك القدره، واحنا قلنا في انواع منها اللي هي القدره الفعاله، وحده قياسها بالوات. الكيلو وات ده مقياس استهلاك القدره الفعاله برضو بس بالكيلو، الكيلو اللي هي بكام؟ ب 1000 وات. طيب الكيلو وات ساعه، كيلو وات اور، خلي بالك منها دي عشان دي هي اللي هتبقى موجوده في الفاتوره، تمام؟ يبقى الفاتوره هتلاقي عليها كيلو وات اور. طيب مقياس استهلاك الطاقه الفعاله في الساعه، وهي دي الوحده اللي ايه؟ بيسجلها العداد، خلي بالك. يبقى لو حد سألك العداد بيسجل ايه؟ هتقول له كيلو وات اور، ودي اللي انا بدفع مقابلها فلوس. يبقى انا بدفع فلوس نتيجه الرقم اللي قدام موجود، الرقم اللي موجود قدام كيلو وات اور. يبقى انت بتستهلك 1000 كيلو وات اور، 20000 كيلو وات اور، يبقى ده اللي انت بتدفع مقابله فاتوره الكهرباء. طبعا هنا مقياس القدره المستهلكه الكليه اللي احنا هنسميها القدره الكليه، او هنرمز لها بالرمز اس، تمام، اللي هي بالفولت امبير. طبعا عشان هي قدره او طاقه هنا، يبقى انا هضرب في مين؟ في الاتش، في الاور. طب الكيلو فولت امبير غير الفعال اللي هو الكيلو فار. طب والكيلو فار اور اللي هو الكيلو فولت امبير غير الفعال في ساعه. وخدنا الكوزاين فاي، بيسموها الباور فاكتور، او بنسميها تمام المعامل القدره اللي احنا هنبدا نشتغل عليه ونعمل له حاجه بيسموها تحسين معامل القدره. يبقى انا عرفت ان قانون اوم في بتساوي اي فار. طبعا الناس موضوع بسيط جدا، لو الفي بتساوي اي في ار بنعملها على هيئه مثلث، اللي فوق بيساوي حاصل ضرب اللي تحت. طب انا لو عايز اجيب اللي تحت، عايز اجيب الاي، يبقى الاي بيساوي في على ار. طب لو عايز اجيب مثلا، عايز اجيب انا هنا عايز اجيب الار، يبقى لازم اقسم في على اي. اهو عايز اجيب الار، يبقى اقسم في على اي. يبقى انا حفظت اول قانون في الكهرباء، الفولت فرق الجهد يساوي شده التيار في المقاومه. هيجي واحد يقول لي والله يا باشمهندس برضو انا لسه الكلام ده يعني مش داخل دماغي، هي وحدات كده وانا مش داخل دماغي القصه دي. انا راجل هشتغل معاك شغل سباكين، تمام؟ طيب ازاي يا عمي؟ انا هحكي لك قصه بسيطه دلوقتي هتفهمك يعني ايه كهرباء. طب انت ليه بتقول سباكين يا عم؟ انا هقول لك مثال بسيط. لو انا عندي ماسوره، الماسوره اللي انت شايفها دي، الماسوره دي انا حاططها على مستوى افقي تماما، حاططها على ارض افقيه تماما، جايب ماسوره حديد مثلا وحاطط الماسوره دي على ارض افقيه تماما متساويه، وحاطط جوه الماسوره دي بيلي، عارف البيلي الصغير اللي العيال بتلعب بيه ده؟ بيلي او كور من الاخر. وعايز احرك البيلي ده من الناحيه اليمين دي اجيبه اخر الناحيه اليسار.
في واحد هيقول لي يا باشمهندس احنا ممكن نزق او ندف البلي ده، تمام، ندفع البلي ده من اليمين لليسار، الماسوره دي طويله 200 300 متر مثلا، فان انت تقعد تضغط او تدفع البلي ده هياخد منك وقت ومجهود كبير جدا ومش هتوصل للحل المطلوب. واحد تاني فكر ببساطه وقال، قال ايه يا شباب؟ الناس مش مركزه. حل بسيط، نميل الماسوره. طيب لما هنميل الماسوره ايه اللي هيحصل؟ البلي ده هينزل بالجرافيتي، بالجاذبيه، تمام؟ ولذلك انت لو عندك اي مصدر ميه لازم يبقى فيه مصدر عالي وفيه مصدر واطي عشان تقدر الميه ايه تنزل، فالبلي ده هيبدا ينزل. طب كل ما ارفع الماسوره يا شباب لفوق واخلي الجزء ده ينزل، تمام، واخلي ده يطلع كده، يعني بميل الماسوره اكتر، كل ما ميل الماسوره اكتر الميل هيزيد اكتر، البلي ده تمام بينزل اسرع. طيب لو كان ميه، الميه بتنزل مثلا في شلال من مكان عالي لمكان واطي، حلو، تنزل من مكان عالي لمكان واطي، كل ما يكون الميل ده كبير كل ما الميه تنزل ايه اسرع. نفس الفكره هنا، تعال نحولها الكهرباء، تمام. الماسوره دي يا شباب هي الكابل او السلك، يبقى الماسوره دي اهو بالبلدي كل الناس، ما حدش يقول لي مش فاهم، هي ماسوره حطينا فيها بيلي، عايزين نحرك البلي من اليمين لليسار، هنعمل ايه؟ هنميل الماسوره، تمام، ميلنا الماسوره، كل ما يزيد الميل كل ما البلي ده ينزل اسرع. طب الماسوره دي هي في الكهرباء تكافئ ايه؟ تكافئ السلك او الكابل. طب البلي اللي نازل ده، البلي ده احنا بنسميه هنا الالكترونز، تمام، بنسميه ايه؟ الالكترونز، الالكترونات. طيب كل ما يكون فرق المنسوب هنا ده احنا هنسميه، بدل ما فرق المنسوب بين الحته العاليه والواطيه دي هنسميه فرق الجهد، يبقى هو كان بيسميه فرق المنسوب انا هسميه فرق ايه؟ الجهد. طب كل ما يزيد فرق الجهد مش سرعه نزول البلي دي بتزيد؟ ودي علاقه واضحه حتى من قانون اوم في بتساوي اي في ار، لو الار اللي هي المقاومه الخاصه بالسلك او الكابل ثابته يبقى المفروض كل ما يزيد فرق الجهد يزيد معاه شده التيار، وده واضح جدا، كل ما مايل الماسوره اكتر كل ما السرعه تزيد، السرعه دي اللي هي شده التيار، تمام. يبقى خلاص فرق المنسوب هنسميه فرق الجهد، شده نزول البلي ده بدل ما هنسميه شده نزول الميه او شده نزول البلي هنسميه ايه؟ شده التيار، شده التيار. ولذلك كان زمان في ابتدائي عرفوا لنا التيار الكهربائي عباره عن سيل من الالكترونات، ادي الالكترونات دي كميه كبيره منها جدا فهنسميها سيل من الالكترونات، يبقى فرق الجهد اللي هو الفي بيقاس بالفولت، تمام، اللي هو فرق المنسوب، وشده التيار اللي هو بنرمز له بالرمز اي وبيقاس بالامبير اللي هي شده نزول البلي، والماسوره دي هي السلك. الالكترونز دي يا شباب هي ونازله بتخبط في بعضها وبتخبط في جسم الماسوره وبيحصل احتكاك، هيطلع من القصه دي تمبريتشر، وهنبدا نقولها من دلوقتي، العدو اللدود لاي مهندس كهرباء يا شباب هو درجه الحراره، كل ما تسخن درجه الحراره بتعمل لي مشكله في الاسلاك وفي المكونات الكهربائيه بصفه ايه؟ بصفه عامه. يبقى انا فهمتك ببساطه بمثال بسيط اهو يعني ايه فرق جهد ويعني ايه شده التيار. طيب الريسيستنس اللي هي المقاومه، اللي هي مقاومه الماده المصنوع منها مين؟ السلك او الكابل ده، تمام، اللي هي الماسوره، تمام، هنرمز لها بالرمز اي. وكل ما بنخبط في بعض الالكترونز بتخبط في بعضيها بتخبط في جدار الماسوره بيحصل ايه؟ بيحصل ان الكابل ده بيسخن، يعني بينتج عنه تمبريتشر عاليه، درجه حراره عاليه. طيب لو انا عايز انزل بلي ده بسهوله اعمل ايه؟ اكبر مساحه سطح الماسوره، وده واضح جدا، اي سلك تخين يا شباب يتحمل تيار كبير، بالبلدي السلك التخين هيسمح بمرور الكترونز كتير، وبالتالي السلك التخين بيتحمل تيار كبير. يبقى لازم تبقى فاهم ان احنا بنروح للاسلاك اللي مساحه مقطعها اكبر عشان عايزين نمرر في الدايره الكهربائيه اللي هيربط السلك بين المصدر اللي هو السورس واللود، هيربط بين نقطتين، السلك ده عباره عن وصله بتربط بين نقطتين. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اسحب تيار من مكان اوديه لمكان، عايز اسحب تيار من المصدر من السورس اوديه للود عشان اللود ده يبدا يشتغل، الحمل ده يبدا يشتغل، الحمل ده ممكن يكون خلاط، ممكن يكون غساله، ثلاجه، كشاف، اي حمل كهربي عشان ياكل ويشرب ويشتغل لازم يسحب تيار، وبالتالي بيحصل ان انا بوصل له سلكتين لو هو سنجل فيز بين اللاين والنيوترال عشان يبقى فيه فرق جهد، او بوصل له اربع اسلاك لو 3 فيز ال1 ال2 ال3 والنيوترال. وما تنساش في الحالتين لازم تبقى موصل كابل التأريض، يعني
سنجل فيز بتوصل له ثلاث حاجات، لاين ونيوترال وايرث، والثري فيز بتوصل له خمس حاجات، لاين واحد لاين اثنين لاين ثلاثة، تمام، اللي هي الفرده الحيه بيسموها الصناعيه بره، الفرده الحيه او الهوت او الطرف الحار، تمام، والنيوترال والطرف الخاص بالتقريب. يبقى انا كده فهمت الناس ببساطه يعني ايه فرق جهد ويعني ايه شده تيار. تمام. زي اللمبه دي، اللمبه دي تعتبر حمل، عشان انا ابدا اشغل اللمبه دي لازم يحصل تيار، لازم اللمبه دي تاكل وتشرب، بتاكل باور. الباور ده عباره عن فرق جهد وشده تيار. طيب فرق الجهد هيحصل لما تسحب ايه؟ لما يكون في فرق جهد بيتسحب تيار وتبدا يشتغل هذا الحمل. يبقى انا اخدت الباور، تمام، اخدت الفولت والامبير اللي هو من قانون اوم اللي احنا شفناه في السلايدات، تمام. هيفضل عندي موضوع القدره يا شباب. القدره دي قصه كبيره، فخلينا واحده واحده نشتغل كده. نقول والله القدره دي عباره عن ثلاث انواع من القدره، بنعمل لهم حاجه بيسموها الباور تراي انجل، مثلث القدره، وده مهم جدا لازم تفهمه. اللي هو ايه؟ بيقول لك ان المثلث له هذا الوتر، تمام، ده يمثل القدره الكليه، بنسميها في الكهرباء القدره الكليه، بنرمز لها بالرمز اس، وبنسميها الابيرنت باور، القدره الكليه او الظاهريه، ودي تقاس بالفولت امبير من المعادله بتاعتنا، دي بتساوي اي في في. طبعا الكي بتمثل 1000. طيب لو انا عندي بعد كده الريال باور اللي هي القدره المستفاده، زي ما احنا بنقول دايما، لو انا عندي، هو مثال توضيحي بس، لو انا عندي كوبايه كده، الكوبايه دي هجيب فيها بيبسي، كب بيبسي هنا، البيبسي ده هيملى هنا الجزء ده اللي هو السائل بتاع البيبسي، وهنا في ايه؟ فوم. الفوم ده انا مش عايزه، بس هو طبيعه البيبسي نفسه لازم يبقى فيه سائل البيبسي وفيه فوم. فالقدره الكليه اللي هي الكوبايه المليانه اللي هي الاس، الجزء اللي تحت ده، تمام، اللي هو السائل ده، بيمثل لي القدره، مين؟ القدره الفعاله، او بيسموها الريال باور، او بنسميها الترو باور، او بنسميها الاكتف باور. احفظ معايا، ريال باور تنفع، ترو باور تنفع، اكتف باور تنفع، وتقاس بالوات. تقاس بايه؟ بالوات. طبعا عشان احط 1000 منها بضرب في كيلو. طيب انا بيحصل عندي فوم، الفوم ده انا مش عايزه. نفس القصة اللي هي الرياكتيف باور، أو بيسموها القدرة الغير فعالة، القدرة الغير فعالة، أنا مش عايز الرياكتيف باور، بس أنا مضطر عليها نتيجة طبيعة المادة اللي هي مين؟ البيبسي، عشان فيها فوم. لو أنا جبت مية وحطيتها في الكوباية دي، المية هتملى 100% تقريبا من الكوباية، مش هيبقى فيه جزء فوم، فطبيعة المية غير طبيعة البيبسي. فهنا طبيعة الأحمال بتاعتي من الآخر هنحكي عنها إن شاء الله في محاضرة، طبيعة الأحمال عشان هي اندكتيف لود، أحمال حسية فيها ملفات، فلازم ينشأ عنها، تمام، رياكتيف باور أو قدرة غير فعالة. لقيوا إن المعادلة أو الرسمة دي اللي هي المثلث ده، مثلث طبعا مثلث قائم، بيبقى هنا في الزاوية دي اللي احنا هنسميها فاي، أو في ناس بتسميها سيتا، دي اللي هي اللي احنا بنسميها إيه؟ فيز أنجل. وبالتالي خدنا زمان في الرياضة، لو أنا عندي الزاوية دي فاي، يبقى ده هنسميه المقابل، المقابل، وده هنسميه المجاور، المجاور، تمام، وده اللي هو الطرف الطويل اللي احنا بنسميه ايه؟ الوتر. لو انا قلت لك ايام حساب المثلثات ساين وكوزاين وتان والناس دي، هات لي كوزاين فاي، هتقول لي كوزاين عباره عن المجاور على الوتر يا باشمهندس. يبقى كوزاين، كوزاين فاي بتساوي مين؟ بتساوي المجاور، المجاور اللي هو مين؟ البي، برافو، على الوتر اللي هو مين؟ اس. يبقى البي بتساوي، اعمل مقص، يبقى البي بتساوي اس كوزاين فاي، والاس محفوظه عباره عن الاي في البي، طلعت المعادله اللي بتقول الباور بي بتساوي اي في بي كوزاين فاي. شايف اللعبه سهله ازاي؟ الموضوع بسيط جدا. هنبدا نتطرق لانواع الباور، زي ما احنا بنقول القدره الكليه، تمام، او القدره الظاهريه اللي احنا بنسميها الابيرنت باور. ودايما يا شباب اي محول دايما بيقاس بالفولت امبير وليست بالوات، لان ده بيحصل فيه تغيير من كهرباء لكهرباء، ده جهاز استاتيكي ما بيحصلش فيه حركه، تمام. فالمحولات دايما بتقاس بالفولت امبير، ما يجيش واحد يقول لي المحول بيقاس بالكيلو وات مثلا، لا طبعا غلط، تمام. وفي عندي القدره الظاهريه اللي هي الكليه، وفي عندي القدره الفعاله، دي عباره عن القدره الحقيقيه المستفاد منها اللي بيستهلكها الحمل، سواء كان الحمل ده اي حمل، يعني هو القدره الفعاله اللي بيستهلكها الكشاف مثلا او اللمبه، يبقى القدره اللي هتتحول من كهرباء، من طاقه كهربيه
الى ضوء في المصباح، دي بنسميها قدرة فعالة. القدرة اللي هتتحول في السخان من كهرباء الى حرارة في السخان دي بنسميها قدرة فعالة. طيب القدرة اللي هتتحول من كهرباء الى حركة موتور محرك معين دي هي القدرة الفعالة اللي احنا بنسميها الاكتف باور وتقاس بالوات. اما القدرة الغير فعالة زي ما قلنا بتقاس بالفار، تقاس بالفار تمام، او بالكيلو فار. طبعا دي ان شاء الله هنخلي لها محاضرة كاملة بالتفصيل. طبعا بعد ما احنا شوفنا الباور لازم نبدأ نشوف الانرجي. معلومة مهمة جدا يا شباب، الباور بتساوي الانرجي على الزمن. يبقى انا اقدر اعمل مقص، يبقى الاي الانرجي بتساوي الباور في الزمن. يبقى انت لما تيجي تجيب معادلات الاي لازم تقول معادلات القدرة اللي هي الباور مضروبة في الزمن، ولذلك اي حاجة فيها اي لازم تلاقي بعديها ايه او معاها حرف الاتش. يبقى الانرجي اهي خلاص من المعادلة تمام، هي عبارة عن البي في التي، الباور اللي بياكلها وبيشربها الجهاز مضروبة في الزمن. يعني انا لو انا عندي مثلا كشاف او لمبة 40 وات شغلته 10 ساعات، يبقى لازم اقول شغلته كام ساعة، هو ده اللي انا بتحاسب عليه في شركة الكهرباء. ما يجيش واحد يقول لي انا عندي سخان، طب انت بتشغل السخان كام ساعة في اليوم؟ طب الكشافات اللي عندك شغالة كام ساعة في اليوم؟ التكييف بتشغله كام ساعة في اليوم؟ يبقى ما ينفعش فاتورة الكهرباء تقاس بالباور، فاتورة الكهرباء تقاس بالانرجي. ولذلك انا كاتب لك الانرجي اللي هي الاماونت اوف باور ايزر كونسيومد اللي هي المستهلكة او بروديوسد اوفر مين اوفر تايم، هي القدرة المستهلكة او المنتجة تمام في الزمن اللي احنا بنشتغل عليه. وقلنا مثال اهو، لو انا عندي مروحة مثلا 100 وات شغالة 8 ساعات، يبقى الانرجي بتاعتها 800 وات اور. يبقى انت عندك وات اور وفي كيلو وات اور، وقايل لك هنا بصراحة شديدة ان الكيلو وات اور از ذا يونت اوف اور الكتريسيتي بيل. يبقى دايما لازم تبقى عارف ان وحدة قياس الفلوس اللي انت هتدفعها دي بتقاس بالكيلو وات اور، استهلاكك بالكيلو وات اور بتحوله فلوس من خلال حاجة بنسميها التعريفة، وان شاء الله هيبقى لها فيديو قادم. يبقى ملخص اللي انا قلته النهاردة ان انا عرفت ببساطة فرق الجهد، وعرفت شدة التيار، وعرفت الفولت امبير، وعرفت الوات، وعرفت الفار، وعرفت الفرق بين الانواع المختلفة للباور اللي هي الاس الابيرنت باور، والبي اللي هي الريال او الاكتف باور، والكيو اللي هي الرياكتف باور، وبعد كده دخلت على الانرجي تمام القدرة المستهلكة. وقلت ان دايما تبقى حافظ من الفيديو ده او عارف من الفيديو ده ان وحدة قياس استهلاكك اللي انت هتحاسب عليها وتدفع عليها الفلوس اللي بتجي لك في الفاتورة بناء على استهلاكك بالكيلو وات اور. يعني ايه كيلو وات اور؟ تمام، يعني انت بتحسب القدرة اللي موجودة على كل جهاز، تشوف الكشاف عندك، الكشاف ب40 وات، واحد جايب كشافات ليد ب10 وات الكشاف تمام، يشوف عدد ساعات التشغيل ويضربهم في بعض. لو واحد عنده مروحة مثلا، واحد عنده تكييف، واحد عنده خلاط، دي كلها مراوح فنات تمام مواتير، يبقى باخد عدد ساعات التشغيل 8 مثلا واضربهم في القدرة الباور، يديني هنا مين الاي او الانرجي اللي مسحوبة عندك بالكيلو وات اور. واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله خاصة بالسمارت ميتر والسمارت جريد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.